مساء الفل للناس الكل. النهارده عندنا حلقه جديده من سلسله الطريق للعالميه، ولكن النهارده جبت لكم جليتش اللعبه وجليتش الهيد تو هيد المعلم الكسندر ايزاك. فالنهارده ان شاء الله هنجرب معلم ايزاك ولا اول مره بالنسخه 97 من حدث نجوم الماضي. فلو بنعرف فيديو بس قبل اي حاجه، طبعا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك وتشترك وفعل جرس الاخبار كل عشان يوصل لك كل الفيديوهات، ويلا بينا. طب احنا لو جينا على السوق على مركز الاس تي زمان، شايف كده في لعيبه اشكال والوان، وبصراحه يا جدعان هنا يعني عايز اقول لكم ان المعلم الجوتا ده يعني من احسن لعيبه اللي انا لعبت بيها في لعبه افس موبايل. كان معايا النسخه بتاعت الشتا، كانت تقريبا النسخه دي عامله يعني 91 92 تقريبا في الاوفر يعني، ولكن بنزل له نسخه اوفر 100، وزن شايف كده ده سعره حاليا يعني حوالي 200 مليون. فلو انتوا عاوزين نجرب معلم جوتا ده مره ثانيه، اكتبوا في الكومنتات وان شاء الله نجربه مع بعض ونشوف الكارت ده بيقول ايه. ننزل بقى تحت معلم عشان نوصل للمعلم ايزاك واللي بيجي باوفر 97. ودخلنا كده معلم نشوف الارقام بتاعته. عنده لقاء 99، التسديد 92، عنده مراوغه 99. اللاعب ده كان رغم ان هو طويل يعتبر نفس الطول بتاعي 192 سنتي، وعنده البدني 83، ولكن بقى معلم المهم الطول بتاعه، يعني رغم الطول بتاعه اللاعب ده خفيف، يعني دايما بيكون اللاعب القصير بيكون اخف واحد في ملعبه كده وبيعدي وكده، ولكن المعلم ايزاك رغم طوله ولكن ما شاء الله خفيف قوي. وطبعا من مميزات الكارت ده ان عنده قدم ضعيفه 5، وزي ما انت شايف كده عنده كره تحمل 4 وحركات مهاره 4. ولكن بقى بعدا بقى الارقام والكلام ده كله، النسخه 87 يعني مفيش حد تقريبا في لعبه ايبسون بول ما جربهاش النسخه دي، حرفيا كانت جريتش في اللعبه. وبص يعني انت تخش بس كده تلاقي الخصم اللي قدامك مع المعلم ازاك ال 87 مركزه بقى معلم ال 92، يعني بص خلاص انت بتدور على اي وسيله عشان تخرج من الماتش. فاحنا معانا نخش على المعلم ايزاك ونروح على اللي هي النسخه الرنكه الحمراء دي يا معلم، وسعرها عامل في السوق حوالي يعني قول 120 مليون ولا حاجه، في واحد عرضه معلم ب 118 مليون. فانا معلم هشتريه، ويعني ما يهمش بقى يعني ايه، كله لاجل عيونكم. ورسميا يعني وصل في ساعتها المعلم الكسندر ايزاك اوفر 101 120 مليون كوين. نخش معانا على تشكيلتنا ونيجي على المعلم ايزاك نحطه في التشكيله ونخش كده، ما دخلش ليه يعني، لا دخل يا معلم. نخش بعد كده معلم ايزاك ونروح على التفاصيل، ونروح بعد كده على نقاط او نقط المهاره ونديها له في اللي هي المهاره البارعه، وبعد كده معلم في اللي هي عكس اللعبه دي، وبعد كده معلم هنشوف ارقامه بقى. عنده الايقاع 111، تسديد 102، مراوغه 113، زي ما قلت لكم عنده مراوغه، يعني من المميزات بتاعته المراوغه، يعني اللاعب خفيف رغم طوله برضه يا جدعان. هنخش بعد كده على التدريب ونوصله ل 25 من 25. بص انا مجهز كل حاجه عشان نجرب المعلم ايزاك ده ونكون يعني ايه، يعني تجربه حلوه كده وتجربه كامله يا معلم. نوصله 25 في التدريب، ماشي. ادي اللعيبه دي كلها، اللعيبه دي اللعيبه دي، ماشي. ادي المعلم، ادي المعلم، ادي المعلم، ادي المعلم، ماشي يا معلم، ماشي. بعد كده معلم ايزاك اهو، ماشي. نعمل عمل هنا تحرير، ورسميا نشوف احنا خلصنا المهمه يا معلم. تقريبا احنا يعني عملنا كل اللعيبه ماكس 25 25. معلم ايزاك عنده الايقاع بقى 141، تسديد 126، عنده مراوغه 139. لو جينا كده على معلم ايزاك نحطه جنب الظاهره، يعني الايزاك بيتفوق على الظاهره في البدني في واحده بس، ولكن طبعا التفوق الكامل بيكون للظاهره في الارقام. ولكن زي ما احنا عارفين المعلم ايزاك ده بيكون ما شاء الله جليتش في الملعب، وبصراحه يعني انا متفائل بالمعلم الكسندر ايزاك. نخش على هيت ده معلم، عندنا الباكج بتاع كل مره 3000 جوهره بيجيب لنا لاعب مش بيتباع من 96 ل 101. فنجرب كده معلم حظنا قبل ما نخش على الهيت هيد ونشوف يا معلم كده الباكج ده بيقول ايه. ماشي، بسم الله بسم الله، ماشي. ادي الايطالي، ادي الكام، ادي ماشي، لا باجيو لا التانج. المعلم زولا، عندنا معلم زولا. طب مش ليه مش باجيو؟ طيب ليه مش باجيو؟ والله كنت لعبت بيه يا عم، كنت غيرت التشكيله ولعبت ب 4 3 3 اللي هي الهجوميه دي. تشكيله خصم يا معلم اوفر اول 102 4 3 3، وما شاء الله صلاح وليه زيبيو والكيليان امبابي. بص انا راجل يا عم احسن منك، وهديك لايك، اديتني ديسلايك هديك لايك. فانا ده كان معلم ماشي الايزاك ايزاك، لا لسه يعني واحده هيل تو هيل المعلم ايزاك واديله، ماشي. ليزا 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 ايزاك يا ابن اللعيب يا ابن اللعيب. نبص كده على الاحتفال بتاعه، الاحتفال بتاعه ماشي ماشي ماشي، بس شكله هطلعه في الشوط الثاني لان بصراحه قدره التحمل مش قد كده يعني. ارجع يا ابني، الواد مقفل الدنيا، ارجع يا حبيبي. ميسي شوف 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 اللي بيحصل، ماشي ماشي
ماشي، طالع بميسي. يا ابن اللعيب يا ابن اللعيب، نازل بقى المعلم الظاهره، لان الايزاك يعني مش الظاهره كده، المعلم الدوكو مكان المعلم جينولا كده، فل قوي. ماشي ماشي، طلع لي يابا. طلع لي يابا. الظاهرة يا حبيبي، الظاهرة يا حبيبي. واد الواد زمان قاعد بياكل في نفسه من ساعتها، بس ماشي. ايوه، انا مش فاتح اللي هي بتاعت الرموز التعبيرية دي. تشكيلة الخصم 4 1 2 1 2، اللي هي العريضة الظاهرة والتوريس، يعني الاثنين برضو دول من اللعيبة اللي كانت جريتشات في اللعبة، ولكن التوريس انا خايف منه اكتر من الظاهرة. لينا الواد ازاك البدن بتاعه عالي، فالمفروض ايه يجيب الكرة دي، المفروض يعني. مش هينفع كده بجد، يعني مش هينفع كده بجد. ايوه الجينول، يا ابن اللعيب يا ابن اللعيب. قلت لك انا بخاف من التوريس اكتر من الظاهرة، بس ماشي. الظاهرة نزل له، وعلى التوريس، وعلى التوريس والدين والدين حلو. لا مش قصدي ده يا ابني. ماشي، يعني وقطع الكرة اديها له تاني، قطع الكرة اديها له تاني. خلاص خسائر اللي يعني ما بحبش انا الخسائر دي بجد، اقسم بالله. وقطع الكرة رجع اداها له تاني، واصلا التسديدة ما كانتش احسن حاجة ودخلت برضه، بس ماشي. مش لحد دلوقتي ماتش على ملعبنا، وعلى فكرة دي بتفرق يعني. ايوه اطلع بقى، اطلع بقى. ما كملتش. ماشي يا ميسي، ماشي يا ميسي. الله يحب اخوك، يحب قلبي، طلع يا حبيب قلبي. سلام، حلو حلو. طلع يا عم، طلع يا عمي. هو حالف تقريبا تيجي يعني. يا جدعان حاسب دقيقتين. ماشي يا عم، ازيك اللي هيجيبوا ماتش يا جدعان، ازيك اللي هيجيبوا ماتش يا جدعان. عايز يجيبها كمان، يعني عايز يجيبها كمان. يلا يا عم، يلا يا عم بقى، بلاش قرف والنبي. ادي ال 4 2 4 بيلعب بالقدوس. ماشي ماشي، ايه اللي خلانا اقطم كده قطمه دي؟ يا لهوي يا لهوي يا زاك، يا لهوي والله. ماشي ماشي كده، ماشي كده يا عم بقى. ماشي ماشي، على البدن
على البدن بتاع المعلم ايزاك اللي استحوذ على الكرة وحطها على طول. انا عارف ان هي مشت معاه، بس بص كده هو هنا واحده تغيير مسار، الواد اديها له واحده بس ما وقعش، فضل برضه يعني وتت كده على الكرة لحد ما حطها في الاخر. منزل الايزاك، مش عارف بقى النسخه دي بصراحه اللي هي ال 92 ولا النسخه الجديده، بس اعتقد دي النسخه الجديده، فربنا يستر بقى اللي يحصل بقى شوط تاني. يا لهوي يا جدع. طب فرصة دي مش عارف انا مش عايزة تيجي ليه يعني. حلوة يا رجالة والله. حلو حلو. يا لهوي يا لهوي، يعني لعب له الكرة حلوة قوي يا جدعان، ما وصلتش. حلو حلوة حلوة يا عم. اخر ماتش ونوصل لبطل اف سي 2 والمعلم ايزاك بقى هنشوف هيعمل ايه. فنخش كده يا معلم ونشوف معلم ايزاك هيعمل لنا ايه. 4-1-2 للعريضة. ماشي 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 يا ما شاء الله، دايما ناقصة. حلوة كوبل. ماشي بس 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 حبيبي بس بس. اللعيبة يا ابن اللعيبة على التقسيمة، اقسم بالله. ماشي ايوه ايوه اللعيبة. لا انت تروح تحتفل بقى، تروح تحتفل بقى عشان انا هطلعك دلوقتي اصلا يعني. ماشي طلع كده المعلم ايزاك، معلم ده. ماشي يا معلم. بس يا حبيبي بس يا حبيبي. بس ليه بس ليه 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 بس تضيع يعني ليه؟ ماشي يا عم خلاص، وصلنا رسميا لبطل اف سي 2، رسميا تم الوصول لبطل اف سي 2. مش عارف بقى هل بقى زي كل موسم بطل اف سي 2 ومفيش بطل اف سي 1، انا بصراحه مش عارف. ولكن يعني احنا بعد 28 ماتش كسبناهم قدرنا ان احنا نوصل لبطل اف سي 2، طبعا من بطل اف سي 3 لبطل اف سي 2. عملنا 5 كومبو بس، سجلنا 91 هدف، تالق كبير قوي للمعلم الايزاك. يعني انتوا شايفين المعلم الايزاك عامل ازاي بصراحه يعني. بس مشكلته زي ما قلت لكم ان ما بيقدرش يكمل الماتش كامل يعني، لانه انا بعتمد عليه باللي هي الهيل تو هيل واللي هي الستيف اوفر عشان اجري يا معلم. وانت شفته في كام لقطه برضه في سجل هدف برضه، يعني البدن عنده كويس، هو ما شاء الله طويل وغير كده خفيف، وبرضه البدن بتاعه كويس. فالكارت ده بصراحه يا جدعان اسطوري يعني. الكارت ال 92 اللي هو 87 لما كان 92 كان بيبقى اسطوري، ما بالك بقى من الكارت ده. فانا بصراحه انصح بيه بشده. ولكن بقى يا جدعان انا مش عارف بصراحه اكمل بالكارت ده يعني، يكون جنب الظاهره يسنوا مع بعض من الشوطين ولا لا، انا بصراحه مش عارف. برضه قولوا في الكومنتات اكمل بيه ولا بيعه. ولكن هو الكارت اجمالي كده في الاخر بص ما يقلش حاجه عن الظاهره، لان هو زي ما قلت لك جليتش في اللعب. فانصح بشده. وبس يا شباب ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استمتعتم واشوفكم الفيديو الجاي.